في فمي العبورة والعب في الضعم ورجع يدخل في نفسي أقول لك ما أبلغ أنا في القرية كله هذا المرض هو سكا أبلغ أنا ما يتحسنش يعني في الغسيل الا من رواعي، اليوم يغسل غضب الفخي. يوم ثاني يجي وهو كاتم نفس الخبر، ما بش فايده. الغسيل ما بش فايده، يعني هذا موت بطيء. انا اقول لك انا، حتى الغسيل موت بطيء. لانه ما ينفع لها زراعه البلد. ضحيت بمال خيره، حتى يجي يستم اليوم. كان معنا ذهب بعناه بعنا الاوالي بعنا كل شيء صدق بلتين هدي صدق بلتين هذا الحين داي وانا قاعد اتبرع بالفلل مستعد تمام بس ما فيش امكانيه في الخارج الشيء زلت خيره سيف الثوران اللي يعتبر أكبر مركز في الجمهورية اليمنية لدينا 30 جهاز هذه الأجهزة تكفي فقط لما يعادل 230 مريض الموجودين لدينا في الجدول الرسمي 528 مريضا هذا يعني أن الأجهزة تأخذ ضعفها أن المريض لا يأخذ حقه الكافي من الغسيل هناك مرضى يموتون أمام عيوننا منتظرين للغسيل